يقول: من أدخل في الإسلام قبل توضيح الإسلام له ثم ترك الإسلام فهل يعد مرتدا؟ يا أخي ما يتصور أن أحد يدخل في الإسلام، ما لا إكراه في الدين، ما أحد يكره أحدا على أنه يسلم، لأن الإسلام اعتقاد بالقلب والقلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا يمكن أن أحد يدخل في الإسلام بغير اختياره أبدا، هو اللي يدخل باختياره، لكن قد يدخل فيه صادقا يكون مؤمنا صحيح، وقد يدخل فيه لغرض من الأغراض فيكون منافقا.